معلمنا بولس الرسول في رساله افسس اصحاح 5 وايه 16 قال الايه المشهوره اللي كلكم حافظينها: مفتقدين الوقت لان الايام ايه؟ شريره. وهنا بالذات في الايه دي اختار كلمه مفتدين. مفتدين يعني ايه؟ to save yourself يعني، او يعني حاجه فيها فداء يعني. واخدين بالكم ازاي؟ حاجه فيها فداء. علشان فيها فداء هو عاوز يقول انه انت بتشتري نفسك باستخدامك لوقتك بشكل جيد. كل ما تستخدم وقتك بشكل جيد كل ما انت ليك قيمه في الحياه، حياتك لها قيمه، حياتك لها معنى. لان الانسان اللي بيضيع وقته بيضيع حياته. باختصار الانسان اللي بيضيع وقته بيضيع حياته. عشان كده اللي يفتح مننا الاصحاح الخامس في رساله افسس يقرا الايه 16 5 16 بتقول مفتدين الوقت لان الايام شريره. ولو كمل بعدها هيلاقيه بيقول حته مهمه جدا، يقول من اجل هذا لا تكونوا كاغبياء غير فاهمين ما هي مشيئه الله. يعني اللي بيضيع وقته غير ده معلمنا بولس الرسول ده مش عارف. بس هو علم كبير جدا موضوع ضغط الوقت ده، ممكن نعمله فيه ضغوطات تدريبيه تستغرق ايام، تستغرق ايام. عارفين كلمه اداره ازاي قدرت حاجه كبيره قوي؟ الوقت بيعتبر سلعه ثمينه. واقول لكم كام حاجه عن خصائص الوقت. ان ربنا ادى الغني زي ما بيقول 24 ساعه في اليوم. واخدين بالكم؟ ما حدش يقدر يعني مثلا لو واحد غني عنده مهام كتير قوي او رجل اعمال وقعد شغال 20 ساعة ومش لاقي وقت يرتاح ويقع من طوله. هل بفلوسه يقدر يشتري وقت؟ يروح عند واحد مش ممكن يعني، ما يبقاش هو من السلع اللي لا يمكن تخزينها ولا يمكن ايه شرائها. وربنا اداها لكل الناس ايه؟ زي بعض. عشان كده من المهم جدا زي ما قال ابونا الايه المشهوره جدا بتاع بولس الرسول: انظروا كيف تسلكوا لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لان الايام ايه؟ الايام شديده. ولو قلنا لو فسرنا كلمه اداره الوقت ازاي استثمره وازاي انظمه وازاي اعرف اديره بطريقه صح، انا هقولكم على اربع حاجات نقدر بس ايه يعني بشكل عملي نعمله. اول حاجه من ضمن الحاجات نظم مكانك بطريقه كويس قوي، يعني نظم المكان اللي انت عايش فيه
او بيتك او مكتبك او الاوضه بتاعتك الخاصه، لان في بعض الاوقات ممكن نضيع وقت كبير جدا في ان احنا ندور على حاجه تايهه منا، واحنا عارفين اماكن الحاجات بنحطها فين، هيبقى قضينا على وقت كبير جدا من موضوع من سدينا منفذ من منافذ مضيعه الوقت. نمره 2، ان اقسم الحاجات اللي في يومي لاعمال مصروفه كده، لحاجات مهمه وحاجات عاجله. فهيبقى عندي 4 حاجات، ممكن يبقى في حاجات مهمه جدا وعاجله جدا ما اقدرش اجلها، وحاجات مهمه جدا ومش عاجله اقدر اعملها بس بعدين، وحاجات تانيه غير عاجله لكنها مهمه يبقى ممكن اعملها دلوقتي، وفي حاجات لا هي عاجله ولا هي غير مهمه. هي مصروفه كده ما بين العاجل والمهم، واحط كل حاجه بره مع الثانيه، اقدر اطلع من المصروفه دي ازاي يبقى عندي ترتيب اولويات. من النقط المهمه جدا لاداره الوقت اللي لازم يبقى عندك اهداف، وتعلم تقول وقت، تقول لا للزائرين. يعني لو جالك زائر مفاجئ او حتى حد يزورك في وقت انت محدد الوقت ده انك هتنجز فيه عمل، ما تقدر يبقى عندك فن او ثقافه انك تقدر تعتذر وبنضاره. من الحاجات المهمه جدا اللي ممكن يعني تفيدنا في عدم مضيعه الوقت، يبقى عندنا فن التحدث في التليفون، ازاي ان المكالمه بتاعتك تبقى منجزه وقليله وتوصل فيها الرساله اللي انت عايزها، لان ممكن واحد يتكلم نص ساعه واحد تاني يتكلم دقيقتين، والاثنين كانوا عايزين يوصلوا نفس الايه؟ نفس الرساله. ربنا يدينا وقت كويس وشكرا جدا على السلامة. في بعض القرارات اللي
يشرك وقتها تروح الفرصة نهائية، يعني على المستوى الروحي اعترف دلوقتي ولا خليها أقول موجود دلوقتي ولا مش دلوقتي، أتوب دلوقتي ولا شوية كمان. إذا ما خدتش القرار دي طيب ما بينفعش، قرار جاي متأخر ما بينفعش، زي ما يكون دواء وسط لواحد كان عيان ومات، بس الدواء جه، الدواء جه تعمل بيه إيه؟ خلاص العيان مات. لكن عايز لازم تاخد وقت إيه طيب؟ تاني في ناس بتضيع وقتنا، في ميديا بتضيع وقتنا، في كسل وتعب وتردد بيضيع وقتنا، والتردد ممكن يخليني ما اخدش القرار طيب، فحتى إذا خدته يبقى مالوش معنى. أنا مبسوط أوي بالقرار اللي أنتوا عملتوه ده. بتوع سي تي في جايين يقعدوا عندنا أسبوع يسجلوا شوية قداسات وعصات وقرارات، فأرجو من القرارات هما مش هنا ولا إيه؟ لا أحسن. أرجوك. الكلام ده استعدوا استعداد كويس عشان يقدموا حاجة مش مرتبة. هما طبعًا بيسجلوا ما بيكسبوش حاجة، إنما إذا دخلوا مستوى أي كلام خلاص مصاب طيب. فأرجو إن أنتوا إيه؟ تتمرنوا كويس عشان تقدموا كويس.
رسالة دلوقتي في حاجة رأيك اشتركوا فيها كلكم وحطوها على الفيسبوك. احنا كمان عاملين بناخد فلوس كل ما يدخل عدد مش عارفين فهي تعرفوها اسمها بيشوف أمتى أباكير. أباكير في اي كي اي ار كلكم عاملين سبسكريبشن فيها وحطوها على الفيسبوك هتلاقوا عليها مزامير اللي أول فلاتير وحاجات كتير. أنا بس حابب أشكر كل اللي عمل التقديمة ديت لأنه فعلا بذل مجهود كبير وأحس بالشكر للمهندسة ماري محفوظ لأنها أدت دور واجب كبير فيها. ماري محفوظ هي واحدة من الملازمة اللي كانت قريبة وهي اتبرعت بكل حاجة فيها كل المصاريف ومصر كل فاحنا عشان هي مش معانا فأنا بوجه لها كل التحية وأدي الفرصة لأن أبونا الطباوي المكرم ياسر حول العيد عند الأوكيل أرجع خالص فيه مع بيرة وأدينا سجلنا ليها جديدة غرب شارب غرب شارب صدق عشان سوا